كيلو من اللحمة الموزة، وبعدين هنسلقها. يعني خدوا بالكم ان احنا هنسلق كده كده اللحمة، وانا هقول لكم على كام تكة اذا انتوا لسه هتعملوا مقلوبة واللحمة ما اتسلقتش. ماشي. محتاجين كمان كيلو من الرز المصري، 6 حبات بتنجان رومي حلقات سميكة ونقليه، طبعا 5 من البطاطس الكبيرة وتكون متقطعة حلقات. اختيارنا للعدد ده براحتكم، عدد البطاطس وعدد البتنجان ده يرجع لكم، فما فيش اي مشكلة خالص. هنقطع البطاطس حلقات وهنقليها، وبرضو الحلقات تكون سميكة. بصل حلقات برضو نص قلية كده، 5 فلفل رومي حلقات مقلي، بسلة فروزن يا ريت تكون ما تبقاش خضرة، بقدونس مفروم، شوربة اللحمة بتاعتنا، لوز محمص، وطبعا نقدر نستغنى عن اي مكسرات بنحطها في الطبق بتاع المقلوبة. محتاجين كمان للبهارات، هنبقى 7 بهارات، حبهان باودر، جنزبيل باودر، قرفة باودر، ملح وفلفل اسود. الطبق ده مكوناته كتير شوية بس هتلاقوها متواجدة، يعني في البهارات ما عندناش بهارات غريبة، الموضوع بسيط جدا. الرز رز مصري مش رز بسمتي، إذا حابين تحطوا طبعا الرز البسمتي مفيش أي مشكلة. الوصفة الأصلية للمقلوبة بتكون يعني الأغلبية بيعملوها برز بسمتي، بس أنا شفت فلسطينيات كتار جدا بيعملوها برز مصري، وأنا عجبتني الحقيقة، طعمها بالرز المصري تحفة. فيعني لو أنهي أفضل؟ لا، هقول ان الرز المصري احلى كتير مع المقلوبه. كل الحاجات بتاعتنا المقليه لو عايزين نخفف الموضوع شويه نقدر نحطها في الفرن، او نقدر ان احنا نحطها في الاير فراير لو عندنا القلايه الهوائيه، او يعني مش هنقدر نحطها مسلوقه او متشوحه، فهي يا في الفرن يا اما مقليه. طبعا الطعم القوي من القليه. البصل كمان قليته، وانا بحبه جدا مقلي، بيدي طعم ونكهه لذيذه قوي، فالطبق ده كله حاجات مقليه يا جماعه، معلش بقى. بالنسبه للحمه، طيب لو انا اللحمه عندي مش مسلوقه هعمل ايه؟ اللحمه موزه ونيه، هقوم واخداها تشويحه على النار وبمعلقه سمنه كده او معلقه زيت مفيش مشكله، ونحط كل البهارات بتاعتنا عليها، اللي هي مثلا بس لا نختار حاجات حصى، يعني فلفل حصى، نحط حبهان حصى، نحط شويه من القرفه، عودين قرفه خشب، ونشوح نشوح 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 لحد ما كل اللحمه دي تاخد لون مننا، ونديها رشه كده من الجنزبيل وجزرايه، واقوم سلقاها. انا كده تمام جدا، لحمتي مسلوقه. طيب انا اللحمه عندي مسلوقه وما عملتش الكلام ده، يعني باقي الشوربه واللحمه مسلوقين، ما عندهم ما فيهمش اي حاجه، هاخد من البهارات اللي انا هشتغل بيها واعمل كده، احط في الشوربه نفسها. انا هحتاج بهارات تاني من البهارات دي، يعني حاساها قليله، فممكن شويه 7 بهارات، شويه قرفه، عشان الرز هياخد شويه حاجات يعني حلوه. حط لها الملح، زود لها شويه الفلفل الاسود، ونقلب. فبقت الشوربه واخده من طعم نكهه المقلوبه اللي انا عايزه اقولها لكم. طيب احنا ساعات بنشوف المقلوبه فيها كركم، يعني مصفره شويه، هي ليه؟ هي فين الكركم؟ انا المقلوبه بتاعتي ما فيهاش كركم. لو انتوا حابين تحطوا كركم مفيش مشكله، بس المقلوبه اللي انا دقتها وعجبتني اكتر كانت برز مصري وما فيهاش كركم. اذا حابين الرز يبقى لونه اصفر يبقى هنضيف الكركم لمكونات الطبق ده. الرز هنا هيبقى لونه باج كده، او مغمق سنه، من ايه؟ من البهارات، من الحاجات المقليه، من البتنجان، واخد من لون كل الحاجات اللي احنا هنحطها. كده الشوربه عندنا جاهزه. عندي الرز، والرز هنا انا غسلته لسببين. اول سبب ان انا برضو هحط له شويه كده من بهاراتي، عايزه البهارات تمسك فيه تلزق فيه. حطيت كل القرفه وكل البهارات، هما لما يجيبوا لي بهارات تاني انا ايه هزودها على الخضار، ده اللي انا عايزاه بالظبط. انا عايزه كاني بتبل الرز. نحط له كده شويه ملح، هنملح تاني، ونقلب الرز ونبهره وهو لسه
ني. هنا الرز استخدمته مغسول، يعني حتى لو هو النوع اللي ما بيتغسلش فانا استخدمته مغسول. كده تمام. نجيب بقى الحلة بتاعتنا ونبتدي نشتغل. كل حاجة عندي مقلية زي ما انتوا شايفين. هبتدي بايه؟ ممكن ابتدي بشوية من البصل. البصل بحطه على كذا مرة كده، القعر كده يبقى ايه في البصل. وابتدي بعد كده انزل بالبطاطس، والبطاطس نحاول ان هي تكون متقطعة سميكة على قد ما نقدر، لان انا محتاجة انها تبقى ماسكة نفسها. وابتدي ارص البطاطس بالشكل ده. طبعا الرصة ترجع لكم، اذا حابين تبتدوا بالبتنجان مفيش مشكلة خالص. انا هعمل كده وهاخد من البتنجان وابتدي احط في الجناب بالشكل ده، ويبقى متقطع كده طويل شوية بالطول. نعمل كده. نحطهم على بعض واحنا شغالين كده. انا بسيب شوية بتنجان على فكرة للتزيين، يعني في الاخر خالص بعد ما بقلبها لو عايزة بقى اديها الشكل اللي انا بحبه بحب اسيب شوية بتنجان علشان احطه على بعد ما اقلبها كده اقوم حطاه على الجناب واظبط شكل المقلوبة بحيث ان هي تديني الشكلين، الشكل اللي هو هي اتقلبت وشكلها حلو قوي، وفي نفس الوقت البتنجان يبقى لسه لونه حلو وشكله حلو. نحط بقى الفلفل كده، فلفل رومي، ونحط بتنجان تاني بالشكل ده. طبعا انا عارفة ان اصعب حاجة هتقابلكو هي فكرة ان انا هقلي كل الحاجات دي يعني انا طبعا مستوعبة الفكرة، بس صدقوني طعمها احلى كتير وهي مقلية، او في الاير فراير بصراحة بتطلع الحاجة برضو شكلها حلو وطعمها لذيذ، يعني مش هقول ما بتفرقش قوي بس لا ماشي حالها. نحط بصل كده، نحط البسلة بالشكل ده. طبعا الأرضية مش محتاجة زيت ولا حاجة خالص، ده احنا عندنا كمية زيت مهولة. هاجي هنا بقى للرز واخده كده بشوية فلفل كده اهو، واحط الفلفل والبصل كده، واحط الرز تاني. ما تكتروش الرز قوي علشان هينفش، وفي نفس الوقت لو كترتي طبقة الرز مع ان هو بيزيد معاكي هتلاقي نفسك وانتي بتقلبي القلبة مش مظبوطة، يعني الليرز بتاعت الرز ما تبقاش كتيرة قوي. لان هو لسه هيزيد الفلفل مع البصل، مش قادره اقول لكم قد ايه طعمه تحفه. مش هناخد بطاطس، هناخد بس فلفل وشويه بصل. وادي الرز هفتح كده عشان عايزه الشوربه اللي انا هحطها دلوقتي، واهم حاجه عندي ان الشوربه تبقى بتغلي علشان السوى يبقى مظبوط. يا خبر ابيض، انتوا عارفين احنا نسينا نحط اللحمه
انا ما حطيتش اللحم. لا صعب، هنحطها دلوقتي بس يعني لازم نحطها من تحت. هننقص شويه رز ونحط اللحم. يعني اللحم عندي هنا كده، لحمه موزه. هنرش عليها ملح وفلفل، ولو عندنا برضو لسه شوية من البهارات نحط من كل البهارات اللي احنا شغالين بيها. نشيل الرز تاني ونرجع نحطه، مفيش اي مشكلة. كده تمام كفاية، نحط بقى اللحمة كده. يلا بينا. ادي اللحمة اتحطت، وهنرن ايه ننزل عليها بالرز وبالبسلة. هسيب بقى مساحة لان انا كده حطيت الرز، حطيت اللحمة، ولازم اسيب مساحة كويسة. نشيل الحاجات دي من هنا وناخد الشوربة اللي بتغلي ونحط الحلة على النار ونسقي الرز. يلا بينا. برضو المية مش كتير، ناخد بالنا اول ما تظهر يبقى كده تمام. انا بوسع اهو في الجناب عشان الشوربة تنزل. الشوربة متملحة فيها البهارات وكله تمام. كده مش محتاجة غير ان انا ازود فنجان شوربة كمان. اطمنت خلاص ان الشوربة نزلت لتحت كده، ويدوب اغطي الوش زي ما انتوا شايفين كده، وكده هيبقى ان شاء الله زي الفل. يا دوب تتشرب، طبعا الشوربه مش كتير، فيا دوب هتتشرب في دقيقه. هوطي عليها ومش هفتح خالص لمده تلت ساعه لنص ساعه، مش هفتح تماما. وبعد ما اطمن وادوق الرز ان هو استوى هسيبها شويه تهدى قبل ما اقلبها. مهم جدا ان انا ما اقلبش وهي سخنه قوي، مهم ان انا اسيبها تمسك نفسها وبعدين نقلبها. كده المقلوبه بتاعتنا ان شاء الله تبقى جاهزه. يا دوب على اننا نقل الحاجات اللي فيها رز عشان اكمرها كويس قوي، بحط لها ورق الومنيوم او بحط لها الفوطه. فوطه نظيفه كده عندي في البيت بعملها على طول للرز واكمر بيها الرز. الحقيقه توزيع الحراره بيبقى هايل والبخار وكده. وخدوا بالكم دايما الغطيان بتاعت الحلل اللي فيها الحته دي اللي بتطلع كل الهواء بتبوظ الرز دي، فبقفل دايما علشان موضوع البخار اللي بيطلع من هنا ده بيبوظ لنا الرز اصلا. اهي زي الفل الحمد لله استوت. هو ده لون الرز اللي بقول لكم عليه، ده اللون. اذا حابين الاصفر يبقى هنحط كركم مع كل البهارات بتاعتنا. كده تمام استوت، هسيبها كده مكموره زي ما هي واخدها على جنب احطها على مكان يكون ايه ساقع شويه. اسيبها بس تبرد تمسك نفسها، لان كل حاجه وهي سخنه بتبقى مش ماسكه نفسها. فبنسيبها تهدى شويه على ما نعمل السلطه ان شاء الله تبقى هديت وبردت وكل حاجه. حطت الزبادي اللي احنا كلنا عارفينها، حط الزبادي
دي مجرد فكرة علشان اقول لكم نقدم ايه جنب المقلوبة. المقادير نزلت على الهوا، بحط زبادي هنا بقى في الوصفة دي، بحط فيها خيار متقطع صغير خالص كده وبيبقى لذيذ جدا، بس نقطعه صغير على قد ما نقدر. هنا كمان بحط توم، مش دايما بحب التوم وما بكتروش، بس بحب اتبل الزبادي. هحط شوية من النعناع الناشف، شوية من عصير الليمون، رشة سماق، ونقلب السلطة الخطيرة بتاعتنا. زي ما بقول لكم دي مش وصفة قد ما انها فكرة ان احنا نقدم ايه جنب المقلوبة كده. تمام، نمسح الطبق، نحط عود من النعناع او من الريحان. حابين تقطعوا كمان شوية نعناع فريش من جوه يبقى هايل. كده رشة سماق بسيطة خالص تدينا لون، وبكده نحط رشة زيت زيتون ويبقى سلطة الزبادي بتاعتنا خلصت بمنتهى البساطة. نحطها هنا علشان عايزين، يلا بينا هنعمل ايه دلوقتي امان؟ هنعمل ايه؟ نقلب المقلوبة. يلا بقى كده كلنا كلنا في الاستوديو والسادة المشاهدين نسمي بالله. ايوه هنسمي بالله ونقلب المقلوبة ان شاء الله تتقلب وتبقى لطيفة ولذيذة. نخلي جنبنا البتنجان اللي هنزين بيه علشان المقلوبة بتاعتنا تطلع شكلها حلو. يلا نفتح الغطا، ما بردتش. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الاول نديها كده تكه على تحت عشان بس تبقى ايه مفوقه معانا. هي مش راكبه على بعضها تصدقوا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، سموا. بسم الله. بسم الله الحمد لله. مقلوبتنا اهي زي الفل الحمد لله الحمد لله. انا بختار صينيه واسعه عشان تديني مساحه وانا بقلب ابقى براحتي يعني. بس ثانيه واحده، عايزه اعمل حاجه ضروري، عايزه اسنطرها كده في النص. البصل ريحته خطيرة طبعا، انتوا زي ما انتوا شايفينها كده هي بتتقدم كده مقلوبة ومظبوطة وتجنن ومستوية ورهيبة وكلها قالب واحد وكل حاجة زي ما انتوا شايفين. كل ما هو بقى لذيذ ولطيف انا ممكن ابقى حابة اعمله زي الايه الحركة دي، اني اقوم مدياها شرايح بتنجان بالشكل ده. كده ده بيعمل ايه؟ بيديها شكل مش اكتر، شكل. واللي بيحب اكسترا بتنجان زي حالاتي وبيقعد ينقي البتنجان من الـ من الـ من الحله، واقعد كل معلقه رز عايزه يبقى فيها بتنجان ازيد، بعمل كده. ده لمجرد ايه؟ للتزيين وللطعم اللذيذ واللي بيقول ان احنا عاملين مقلوبه. طبعا احنا بناخد المتقطع طويله كده على قد ما نقدر، بلاش زي ما بقول لكم تستخدموا حلل تكون ما بتلزقش، يعني لازم الحله اللي احنا نكون بنستخدمها تكون حله ما بتلزقش، بلاش الحلل التانيه. مش عارفه في الحاله دي بنعمل ايه. حالا يلا بينا. ماشي
ادي المقلوبه وادي فقره التزيين، نحط لها كمان شويه بقى. عندكم بقى رمان دلوقتي ابتدى يظهر، حطوا رمان. وادي المكسرات علشان برضو القرمشه والقرقشه مع الحاجات دي بتبقى لذيذه قوي. عملنا المقلوبه قدامكم زي ما انتم شايفين، واتقلبت الحمد لله والدنيا زي الفل. يا رب الوصفه تكون عجبتكم.